جينا اليوم لعند سيرة المطران عودي لاستكمال سلسلة اللقاءات اللي بدأنا فيها من فترة على كل الفعاليات السياسية والروحية، لأن نحن مؤمنين كلقاء ديمقراطي أن الحل الوحيد لأزمات البلد هو الحوار والتواصل مع الكل. مع سيرة المطران اتفقنا على أكثر من عنوان، منه مؤسسهم الحفاظ على الطائف وتطبيقه، الحفاظ على الدستور وتطبيقه، وإنقاذ ما تبقى من مؤسسات بالبلد. نتمنى على الجميع أنه يتواصلوا ويتعاونوا مع الكل ونبطل الفلسفات والمزايدات على الآخر تننتخب رئيس جمهورية تنبلش إنقاذ هالبلد شعبه ومؤسساته.